كنت رايح جاي اخت من الاخوات هي اللي عرفتني يعني ايه اهل الله وخاصه. الاخت ديت هي توفاها الله دلوقتي. احسن دايما بحكي قصتها في حفل كتير، واللي بيتابع مني الحلقات اكيد عارف القصه دي. هي طبيبه وروحها كانت حلوه قوي، وكانت تقول بصي يا هالة انا ان شاء الله باذن الله هيجي يوم اختم القران، مش عشان حاجه، بس انا ماليش اهل، انا ماليش اهل، وانا عايزه يبقى لي يعني اهل وعزوه وكده، مش هلاقي اكتر من ان انا اكون من اهل الله القصر. دي كانت نيتي. هي بقى كانت اهل كل واحده تعرفها، ملتزمين خلاف ملتزمين، ناس بره ناس في الشارع، اللي عايز اي خدمه في اي حاجه هي كانت فلانه دي احسبها والله حسب. وكانت دايما تنوي الامر ده. اما جينا قاعدين بقى كده، انا كنت طبعا متجوزه وكان معايا محمد ويونا بس الاثنين الاولانيين، كانش لسه في اثنين تانيين. هي اما جت فقلت لها يلا طيب بنات بقى وبتاع، تعالى نشوف العرسان بقى ونجوزكم ونشوف عندنا مين. قالت عايزاه حامل لكتاب الله اول حاجه، بس يكون روش يعني برضه حلو رومانسي كده يعني حد ايه صبور يعني وفاهم في برضه الدنيا وكده وبتاع، بس يكون حامل لكتاب الله. وبعدين يصحيني بقى صلاه الفجر وكده، مفيش مانع ان احنا واحنا مخطوبين يعني يرن عليا رنه وبتاع عشان اصحى الفجر بس. وقعدت تهزر كده. هي كانت ملحية اليوم، ربنا يا رب يطلعها برحمته حبيبتي. قالت انا عايز ابيض ضالي. قلت لها يعني ايه؟ طب انت انا عايزاه يضاني وعايزاه مش عارفه شعره ايه وكذا وايه بقى ويكون ناصح في كل حاجه. قلت لها تمني على الله. وجالها حمل القران ده بيضاني رومانسي وصحاها للفجر وكذا. لما جت تتكلم على الموضوع القران، احنا كنا سته. قالت انا مش ازهريه، هم كلهم ازهر ما عدا انا والاخت اللي توفاها الله. وكلهم طبعا لما يجي راجع قران مع الازهري، انتوا عارفين في مصر بقى ايه يعني الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، عارفين انتوا عارفين حفظ الاثر وتسميع الاثر. فراحت الازهريه بقى الناس لا على راسهم. فكنا احنا بقى المساكين اللي مش ازهره فيهم، وايه ويعني ايه نحفظ ونيجي ونعمل. وهم ما شاء الله لما تقول لهم اول ربع يقول لك اه لا انت في الربع الثاني، ويجيبوا لك اوله واخره ما شاء الله. هم عارفين بقى كانوا بيسمع من ايه المشايخ، فاكرين التسميع والحاجه. فقالت والله انا لا انسى هذا الامر، اسمعوا انا بقول لكم الكلام ده اللي عايز اشوف مر عليه اكتر من 20 سنه. فقالت انا هنوي ان انا اختم واخد 5 اجزاء في السنه. لا في السنه، قالت اه انا هاخد 5 اجزاء في السنه واختم على 6 سنين. بعد ما خلصت اول سنه اللهم بارك اللهم بارك جابت 15 جزء. وقالت انا لا انا ايه ان شاء الله باذن الله على السنه اللي بعديها، ولو توفاني ما كنتش لسه تعبانه ولا اي حاجه، ولو توفاني المنصب ايه هل لو توفاني الله وانا لسه ما ختمتش، اشهدي لي قدام ربنا ان كانت نيتي يا رب لا خاصه، انا عايزه اكون من اهل الخاصه. كان حصل في مريم بنتي، حامل مريم بنتي تعبانه وكده، كانت تيجي هي كانت نيابه يعني كانت واخده نيابه 3 سنين، اوائل الدفعه واخده نيابه 3 سنين. كانت تيجي يعني مدبره يوم واثنين يعني نبطش يوم واثنين وثلاثه، وجايه من نبطشيه تمسح لي الشقه وتعملي الاكل لاولادي وتقعد جنبي تسمع الماضي القريب والجديد والماضي القريب بتاعها. قالت لي البعيد بقى خليه مره ثانيه. توفاها الله احسبها شهيدا، احسبها توفاها الله وهي حامل، وكان في سقط الحمل وكان جالها طبعا غيبوبه وكذا، وتوفاها الله. وشفتها في رؤيه بعدها طبعا، حضرت مستوى، وانا اتكلمت عن مستوى دي اكتر من مره، لان كان مستوى اللهم بارك احنا كمسلمين الغيب المأمورين الذين يؤمنون بالايه. اول حاجه مين اللي في اول سوره البقره؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين المتقين؟
اول حاجه احنا عندنا الغربيات كلها عندنا اللي احنا شايفينه الا الموت. انا شفت في غسلها عدم. قلت لكم هي امحيه لكن اللهم بارك اللهم بارك كانت منوره. الابتسامه بنهايه الغسل كده وتالت غسل ليها قبل ما نقفل الضرب كان قال لنا ميه زمزم شركن من احد محبيها خدوا غسلوها بالمسك والكافور وخدوا ميه زمزم شركن كامل. ولما جينا ونورت جبت امها طب قرالي عادي عني جبنا زوجها كانت عروسه ست شهور اللهم اني راضي عنها فرض عنها اللهم اني راضي عنها فرض كل بسمه ومنور. جات لي بعديها هي فقت في الغيبوبه مره واحده وقالت لاختها قولي لهاله سمير ما تنساش الخبيئه اللي بينها وبينها. انا بقولها دلوقتي علشان هي توفاها الله. ادعي لي ان ربنا يتم عليا ان انا اكون من اهلي وخاصه. ولما توفى الله شفتها في رؤيا قلت لها ايه؟ قالت انا بحفظ فوق. انا بكمل الحفظ فوق. انتوا في نعمه. انتوا في نعمه.